دكتور بهاء، خلينا نتكلم اكتر عن الاولمبيات الخاصه، نتكلم عن الاورجانيزيشن كمنظمه موجوده في مصر. تمام. ازاي بتقدم دور كبير بعد رياضي وبعد اجتماعي ودمج اخواتنا اولادنا من اصحاب الهمم؟ كلمنا عن الدور ده واشرحه باستفاضه للساده المشاهدين، اتفضل دكتور. تمام فندم. هو خلينا الاول نتكلم عن الاولمبيات الخاص موجود في مصر من نهايه من بدايات التسعينات. خلينا نتكلم كمان ان الحمد لله رب العالمين ليه دور سباق في العديد من الانجازات على مستوى الرياضه وعلى مستوى الكثير من الخدمات اللي بيقدمها للافراد او للاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه. الموضوع بالنسبه للاولمبياد الخاص هو حاله كبيره المركز بتاعها هو الفرد او الشخص من ذوي الاعاقه الذهنيه، بيوفر له تدريبات رياضيه منتظمه على مستوى العام، بيوفر له وعي للاسره وشبكه دعم للاسره عشان يعرف الاسره ازاي تتعامل مع الطفل اللي هو من ذوي الاعاقه الذهنيه. خلينا نتكلم كمان عن النقله الثالثه او الصوره الثالثه، بيوفر له برنامج صحي كبير جدا جدا بيسمح له ان هو يتابع حالته الصحيه، وده بيبقى زي اللي موجود على هامش الاحداث الكبيره زي بطوله العالم الصيفيه اللي كنا فيها في برلين او بطوله العالم الشتويه اللي بتقام بالتبادل ما بين الصيفيه والشتويه سنتين. خليني اقول لحضرتك كمان على الدور المهم اللي بيقوم بيه المتخصصين في المجالات، سواء المجال الرياضي او مجالات التربيه او مجالات تنميه المهارات او التخاطب، كل الحاجات المتعلقه بتنميه الشخص ذوي الاعاقه اللي بتتوافر عشان يقدر ان هو يتقدم، يقدر ان هو يندمج في المجتمع، يقدر ان هو يكون فرد قادر على صنع مجال او صنع صحيح. خط لنفسه يقدر يعيش بيه، لان هو النهارده عنده جزء من الاعاقه بتعيقه شويه، انما لو قدر ان هو يتعلم مهارات يكتسب مهارات منتج مختلفه شخص منتج. هيبقى شخص فعال في المجتمع. اكبر حاجه بتقدر تخلي لاعب الاولمبياد الخاص في قمه الزهو امام نفسه امام المجتمع امام اسرته الصغيره هو انجازه الرياضي، لان نعم. هو بيتحقق الانجاز الرياضي ده، فهو النهارده بيبقى فيه زهو كل الناس بتشاور نعم. عليه لما بيبقى النهارده موجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، لما بيشار اليه بالبنان، لما النهارده الدوله بتوفر له مجموعه خدمات، لما كمان بيسافر يلعب بطوله، لما كمان النهارده بيتواجد باكتر من شكل، بيبقى في استقبال، والنهارده قيادات كبيره على المستوى السياسي. صحيح. معالي الاستاذه الدكتوره نيفين القباز وزيره التضامن الاجتماعي كانت في استقبال الوفد بالمطار بجانب تواجدها اثناء الايفنت في اثناء الحدث او اثناء البطوله في المانيا. الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وتواجده في الحدث اثناء ما كنا في المانيا وتشجيعه للابطال، وكمان كان في استقبالهم في المطار سفير الاولمبياد الخاص الدولي الفنان الكبير حسين فهمي، كان موجود باستمرار رغم ان هو بيحتل منصب دولي تبع الاولمبياد الخاص الدولي، انما كان اكتر الوقت موجود معانا كفريق المنتخل. كان فريق المصري، وده مش النهارده بس، ده الكلام ده بقاله عشرات السنين، والفنان الكبير حسين فهمي موجود معانا. فكل ده النهارده زهو وفخر للاعب واحساسه بنفسه لما بيرجع بالميداليه دي وبالانجاز ده، الناس بتشاور عليه، الناس بتبدا تعرفه وبينقل تجربته اللي وراه، فبيحمس اللي وراه، خلاص فبيبقى خلاص حلقات بقت حلقات جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل بفضل الله. هو ده اللي بيخلينا متهيألي حصولنا على 49 ميداليه يا دكتور النهارده يعني بيدل على عظمه الدوله المصريه في دعم ولادنا، يعني ده رقم كبير وده مش هيجي من فراغ. جه نتيجه دعم من وزاره التضامن، جه من دعم وزاره الشباب والرياضه اللي هي اذرع الدوله طبعًا. في دعم طبعًا. ولادنا واخواتنا من اصحاب الاهمم طبعًا. اصحاب يعني الاعاقه الذهنيه، فالنهارده ده برضو بيوضح قيمتهم في المجتمع واحساس الدوله بيهم. هي النقله جت من هنا. النقله جت منين؟ النقله جت في عام 2018 لما سمي عام 2018 بعام ذوي الاعاقه. نعم. فابتدى طبعا صوره الفنان حسين فهمي الفنان الكبير وهو وسط ولادنا طبعًا. يعني بيسندهم وبيرفع على مصر، دي صورتك يا دكتور وانت في المدرجات معالي السفير ومعالي المهندس هاني يعني محمود والمهندس ايمن عبد الوهاب، واضح حضور معالي السفير وحضور يعني فنان كبير. هو ده كل ده دعم. نعم. كل ده دعم موجود بيشكل النهارده هو نهايته الانجاز اللي تم تحقيقه، لان الانجاز ده بدايته كان مجلس اداره الاولمبياد الخاص المصري لما وافق ان احنا نشترك. نعم. بس خليني الاول قبل طبعا بذكر طبعا مجلس اداره الاولمبياد الخاص، لازم ننتهز هذه الفرصه ونعزي معالي الوزير هاني محمود طبعا رئيس الاولمبياد الخاصه مصر. الحقيقه واحد يعني الشخصيات المحترمه جدا 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 والداعم للاولمبياد الخاصه ولاصحابنا ولاولادنا من ذوي الهمم، بنعزيه الحقيقه في وفاه حفيدته، ومن هنا طبعا باسم الدكتور
باسم وباسم كابتن بهاء وكل ولاده وباسم برنامج الابطال بنقدم خالص التعازي للكابتن والمعالي الوزير هاني محمود رئيس الاولمبيات الخاصه في وفاه حفيدته، ربنا يغفر لها ويرحمها، وانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى ليه الصبر والاهلها والباباها ومامتها الصبر والسلوان، وعمرنا ما ننسى حاجه زي كده ابدا، وبالعكس كل الدعم لمعالي الوزير لغايه طبعا ما يتخطى هذه المحنه الصعبه. تالي يا دكتور يعني دي اقل شيء نقدر نقدمه للدكتور هاني طبعًا. او معالي الوزير هاني محمود طبعًا ربنا يا رب يصبره، اللهم ويعني نتجاوز الفتره الصعبه دي. طيب.